مشاهدينا الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مغتربون في بلادنا. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام سنأخذكم معنا في جولة إلى اليمن الحبيب، فأهلا ومرحبا بكم. تقع جمهورية اليمن في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، وتشرف على مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي. ويبلغ عدد سكان اليمن أكثر من 24 مليون نسمة، 99% منهم مسلمون. ومن أشهر المعالم في اليمن جامع البكارية، وهو من أجمل مساجد العاصمة صنعاء. الجامع الكبير وبني في السنة 6 للهجرة، وهو من أقدم المساجد الإسلامية. صنعاء القديمة، وهي إحدى تلك المدن القديمة المأهولة باستمرار منذ القرن 5 قبل الميلاد، وتتميز بطراز معماري قديم مليء بالزخارف والأشكال الجميلة. دعونا نتعرف أكثر على أحوال المسلمين وحياتهم في اليمن من خلال هذه الحلقة. يسعدنا مشاهدينا الكرام أن يكون معي السيد حسن غالب من اليمن، حياك الله أخوي حسن، وسعداء جدا بتواجدك اليوم معنا في مغتربون في بلادنا. أهلا وسهلا فيكم، وأنا أكثر صراحة سعادة ومتشرف جدا أن يكون معكم في هذا البرنامج. بداية نود أن تحدثونا عن أجواء اليمن في شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة، وبلا شك بأن لديكم هناك في اليمن أجواء جميلة في رمضان. اليمن هي البلدة التي تقع في جنوب الجزيرة العربية، هي البلدة المسلمة التي أسلمت برسالة من النبي صلى الله عليه وسلم، هي البلدة التي انطلق منها العرب، وهي أصل العرب جميعا. تعرف اليمن ويعرف عن اليمن بشكل دائم محافظتها وأصالتها وحضارتها وتمسكها دائما بالعقيدة الإسلامية وبالشريعة الإسلامية. لا أبالغ إن قلت لك إن اليمنيين يظلون 6 أشهر يودعون رمضان
وستة أشهر يستقبلون رمضان. رمضان في اليمن له مذاق خاص جدا في جميع النواحي، من النواحي الاجتماعية، النواحي الإيمانية، النواحي التعبدية، النواحي الربانية، من جميع النواحي وجميع العلاقات. يظل اليمنيون يعني مثل ما أخبرتك يستقبلون رمضان ستة أشهر ويستعدون لرمضان، لكن بشكل أكثر وبشكل أقوى يكون في شهر شعبان الذي قبل رمضان مباشرة، يبدأون بالاستعداد والتجهيزات لرمضان على المستوى الأسري، على مستوى الحي، على مستوى المسجد، على جميع المستويات. مثلا على مستوى المسجد يعدون الخطط، يعدون البرامج، يبدون بتنظيف المساجد، بتهيئتها لاستقبال رمضان واستقبال الناس والمصلين في رمضان، ايضا اعداد البرامج والخطط الدعويه، المحاضرات، الدروس، البرامج، المسابقات التي تحتوي جميع فئات المجتمع، الكبار، الصغار، الشيوخ بجميع اشكالها. على مستوى الأسرة هناك يعني يبدأون استعداد استقبال رمضان بتهيئة البيت في من نواحي التنظيف وما شابه ذلك، أيضا بتهيئة الأطعمة الخاصة بشهر رمضان. فكل منطقة في اليمن الشمالية والجنوبية الشرقية والغربية لها أطعمة خاصة لا توجد إلا في رمضان كما هو هلال رمضان. قبل أن نبدأ معك في السفرة الرمضانية ونتوغل ونغوص سويا في هذه الأجواء الجميلة، أود أن أعرف من خلالك عن برنامجكم اليومي في رمضان منذ أن تصبحوا حتى تمسوا. يبدأ برنامج رمضان منذ ليلة رمضان، حيث ينتظر الناس، أنا سأتكلم معك عن اليوم الأول. نعم. ينتظر الناس في المساجد ليلة التحري لرمضان. أنا أريد هذا، يبدأ الناس في الجلوس في المسجد من بعد صلاة المغرب، يصلون في المغرب، هذا في اليوم الذي قبل رمضان إذا سميناه يوم الشك، ينتظرون تحري رؤية هلال رمضان، هل يوم غد هو اليوم الأول من رمضان أو ليس اليوم الأول من رمضان. إن كان هو اليوم الأول من رمضان يستعد الناس ويكونوا مستعدين وجاهزين لأداء صلاة التراويح مباشرة في المسجد، حيث يبدأ الإمام بقراءة بعد قراءة الفاتحة بقراءة أول سورة البقرة، ويعمل برنامج متكامل لأن يختم المصحف في نهاية رمضان، هذا بالنسبة للرجال وأيضا بالنسبة للنساء في المساجد. بالنسبة أيضا للأطفال يكون لهم يعني احتفالية خاصة جدا برمضان، تجدهم يعني يجوبون الشوارع ويجوبون الأزقاق في الحواري مرددين بعض التواشيح. نعم، نود أن نتعرف على هذه التواشيح اليمنية يعني الخاصة، يعني يا رمضان هل هلالك، وبعض التواشيح اليمنية الخاصة باليمنيين الذي أيضا يرددها بعض كبار السن في المساجد القديمة، تجدها أيضا في بعض مساجد صنعاء القديمة الأثرية التي لها يعني زمن طويل، تجدهم يعني يرددون سبحان من خلق الطير، يعني تواشيح لها يعني كلمات تدعو إلى التأمل، تدعو إلى التفكر، تدعو إلى التأمل في مخلوقات الله عز وجل. أيضا يحتفل الأطفال بإشعال الإنارات، ببعض الألعاب النارية في هذا، ثم ينطلق الجميع لأداء صلاة التراويح في المسجد استعدادا لليوم الأول الذي لا تغفل فيه عيونهم إلى أن يشرق يعني أو طلوع فجر أول يوم في رمضان. يبدأون بإعداد وجبة السحور، ربما يكون أول يوم بشكل جماعي الرجال والنساء احتفالا بهذا الشهر الكريم الذي يزيد فيه تآلفهم وتوادهم وأيضا ترابطهم، فيستعدون يعني تحضير وجبة السحور الذي غالبا ما تتكون من بعض الوجبات الذي تستمر يعني في البطن إلى فترة طويلة، هنا يسموها معصوب، عندنا نسميها فتة بالتمر أو فتة بالموز، أيضا بعض الأكلات اليمنية الخاصة إلى جانب وجود التمر والماء وغيرها. طيب، أعتقد أن استعدادات الأسرة والبنت اليمنية في عملية المطبخ وتجهيزات المطبخ وتجهيزات الأكلات، نود أيضا أن تحدثنا أكثر عن هذه السفرة.
يعني لا يخفى عليكم حقيقة أن المائدة اليمنية مائدة عامرة، ومعروف عنها يعني التعدد في الأصناف وفي الأشكال. إذا كانت هذا بشكل عام، فكيف ستكون في رمضان؟ في رمضان تكون بشكل أخص وبشكل أميز، تتعدد الأنواع وأنواع المأكولات وتختلف من مناطق إلى أخرى في الشهر الكريم. لكن هناك بعض الأكلات الخاصة التي تشتهر في رمضان وتكون بشكل يومي موجودة بشكل مستمر، يعني ما نسميه عندنا بنت الصحن، وهي عبارة عن يعني خبز معين يوضع في الصحن عليه شيء من العسل. هناك أيضا أنواع من الحلويات الخاصة، سأذكر لك الذي في الشمال، وهناك أيضا أنواع في الجنوب، أيضا أنواع خاصة من الحلويات تشتهر في رمضان، تسمى الرواني، تسمى الشعوبية، أيضا مشروبات خاصة في رمضان تصنع من الزبيب وتصنع من العنب، تسمى القديد وتسمى الشعير، وتسمى أيضا في الزبيب الأبيض والزبيب الأسود، أنواع يعني كثيرة من المصنوفات والمأكولات التي تشملها المائدة الرمضانية، إلى جانب الشفوت، إلى جانب السلتة، إلى جانب الفحسة، إلى جانب العصيد، إلى جانب أيضا الرز. تتشكل المائدة الرمضانية اليمنية بعديد من الأصناف، حتى أنه يعني الشخص لا يستطيع، يعني يحتاج وقت طويل حتى يستطيع. والله إحنا في رمضان ونحن صائمون جوعتنا وشهيتنا بهذه الأطباق الجميلة. طيب أود أن أيضا أنتقل معك إلى نقطة أخرى، وهي المساجد. وهناك في اليمن تشتهر المساجد بالأصوات الندية والأصوات الجميلة وحفظت كتاب الله، نود أن نعيش معك أيضا هذه الأجواء، كيف هي؟ طبعا يعني اليمنيون بشكل عام يهتمون بمساجدهم وبنظافة مساجدهم بشكل كبير على مستوى طوال العام، لكن في رمضان بشكل أخص فتجد يعني يهتمون بالنظافة، يهتمون بتبخير المسجد، هذا من ناحية تهيئة الجو داخل المسجد. أيضا يبدأ ترتيب الجداول، هناك الحمد لله بفضل الله عز وجل اليمن ولادة في لحفظة القرآن الكريم، ليس اليمن بل تعرفون أنه في كثير من المناطق هناك من الأئمة وطلاب العلم وطلاب حفظ كتاب الله من اليمنيين أصحاب المزامير، مزامير داود، فيتم ترتيب الجدول البرامج داخل الجدول وداخل المسجد، بحيث أنه تتنوع الأصوات في الأربع الركعات الأولى والأربع الركعات الأخرى، وأيضا الوتر في الأخير، أيضا صلاة العشاء قبل ذلك، بين طلبة العلم وبين حفاظ القرآن الذين تخرجوا من هذا المسجد، يعني يتم إعدادهم طوال عام حتى يأتي رمضان، فيتم تدريبهم عمليا في المساجد. تجد الرجال بعد العشاء، طبعا هناك اختلاف في الفطور بين اليمن هنا وبين السعودية، طبعا السعودية هنا حسب ما رأيتنا يتأخر العشاء بعد التراويح ربما، لكن في اليمن خصوصا في المناطق الشمالية في صنعاء يكون العشاء بعد الفطار مباشرة، يعني فطار ثم صلاة المغرب ثم العشاء ثم يذهبون الناس لصلاة التراويح، ويعني يكون هناك الرجال متواجدون بكثرة في مساجد الرجال، من بعدهم أيضا الأطفال، يحرص الناس على استحباب أطفالهم وتعويدهم على صلاة التراويح بشكل مستمر، وأيضا النساء في مساجد النساء. يعني أنتم العشاء ما بين صلاة المغرب والعشاء؟ كثيرا طعام العشاء. كثيرا نعم، طعام العشاء يكون عندنا في اليمن، وهذا ما يتميز في اليمن خصوصا المناطق الشمالية، هو أن يكون بعد صحيا، هل هو مرجع صحي يعني؟ والله أنا ما لا، هذه العادة كيف اكتسبت يعني؟ طلع كبير، لكن حقيقة هذه عادة مستمرة ومتوارثة خصوصا في اليمن الشمالي، لأنه عادة نشوف في اليمن الفطور ما يكون في البيت، بل تهيئ الساحات بجوار المساجد وتعد، ويأتي الناس بالفطور من جميع البيوت ويجتمعون، بالذات الرجال يجتمعون فطور جماعي، هذا يأتي بالتمر، هذا يأتي بالسمبوسة، هذا يأتي بالماء، هذا يأتي بالحلبة، هذا يأتي بالسلطة مع السحاوق، احنا نسميها، هنا تسمى شطة، نحن نسميها سحاوق، يأتي بالحامضة، يسموها في الشمالي الحامضة، عبارة عن حلبة باردة، يعني يجتمعون الناس فيفطرون في الساحات الخارجية للمساجد، بعد هذا الفطور يقومون الناس لأداء صلاة المغرب، ثم يعودون إلى بيوتهم، تكون المائدة جاهزة عدها النساء، فيفطرون أو يتعشون ثم ينطلقون إلى المساجد. طيب المفارقة ما بين السعودية واليمن في رمضان، كيف أن تصف لنا هذه المفارقة؟ في اعتقادي يعني بحكم القرب وبحكم العادات، وخصوصا في المناطق والحد الجنوبي للمملكة لا يختلف، هناك عادات كثيرة، لكن أنا ما لمسته يعني أولا حقيقة من ناحية الجو،
يعني الجو في رمضان في اليمن الجو لطيف جدا، يعني ما تجد هذه الحرارة المرتفعة الذي موجودة في المملكة، وهذا يساعد في تخفيف يعني مشقة الصوم على الناس. لكن أيضا المملكة تتميز حقيقة ب يعني الحرمين الشريفين، لها مذاق آخر في المدينة المنورة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أو مكة المكرمة. أيضا تختلف في قضية العشاء خصوصا في المناطق الشمالية لليمن، أنه العشاء هنا يكون متأخر، يعني الفطار يكون أظن هنا قبل المغرب أو بعد أذان المغرب مباشرة، ثم يذهبون الناس إلى الصلاة ويعودون للاستراحة وكذا والاستعداد لصلاة العشاء وصلاة التراويح على خلاف اليمن. أيضا في صلاة التراويح، يعني لا أطيل عليك، في صلاة التراويح هنا تستمر يمكن للساعة 11 11 والنصف في الليل على خلاف اليمن، لا يعني 9 والنصف العاشرة. طيب العيد أيضا، للعيد له ترتيباته الخاصة، نود أن تحدثنا عن استقبالكم للعيد وتوديعكم لشهر رمضان المبارك، ونحن نعيش هذه الأجواء الإيمانية في هذا الشهر الكريم. يفرح اليمنيون بشكل كبير بالعيد، ومما أظن يتميز به اليمنيون أن هناك تواشيح خاصة وهزيج خاصة وأناشيد خاصة بكل مناسبة برمضان، ثم هزيج خاصة بالعيد. يستعد الناس للعيد بشراء الملابس وكذا، يكون في العاشر الأواخر أو قبلها، غالبا يكون حتى قبل الخامس عشر من رمضان، ليستعد الناس للاعتكاف في المساجد. في رمضان الكبار والصغار أغلب الناس يعني يعتكفون في مساجد بيت الله عز وجل ويلتزمون في الصلاة جميعها، فيستعدون للعيد. هناك يعني حلويات خاصة أيضا بالعيد، يستعد النساء بتصنيعها من وقت مبكر في رمضان. هناك الكعك، يعني كعك خاص بالعيد يسمى ذمول في المناطق الشمالية، وأنواع مختلفة يتفننون فيها النساء، وأيضا هناك حلويات خاصة في المناطق الجنوبية. سعدنا جدا في هذه الحلقة من خلال هذه المعلومات الثرية التي تحدثت عنها عن اليمن وعن أجواء العيد وأجواء شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة. هل من كلمة أخيرة قبل أن نختم؟ أنا أكثر حقيقة سعادة وتشرف أني معكم في هذا البرنامج في هذه القناة المباركة وفي هذه الأرض الطيبة مملكة الإنسانية. الرسالة الذي يعني ربما نحن نعيش هذه الأوضاع الذي نعيشها هذه الأيام ولا تخفى عليكم، فجميل أن نذكر إخواننا وأحباءنا وأشقائنا في اليمن بأنهم أهل الحكمة، أهل الحكمة اليمنية. ندعوهم أن يعودوا إلى الأخوة، إلى الترابط، إلى التسامح، إلى سابق عهدهم كما كانوا من قبل وكما عرفنا إن شاء الله. شكرا تعالى جزيلا. شكرا جزيلا لك، شكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على متابعتنا من خلال هذه الحلقة والتي قدمناها لكم من هنا من المملكة العربية السعودية عن اليمن السعيد وعن أجواء شهر رمضان المعظم في اليمن وأجواء العيد. حتى ألقاكم تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.